السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم مرة أخرى على قناة الشيف نوريانو. اليوم عندنا وصفة مركز الفراولة اللي غنوريكم كيفاش أننا نحتفظوا بالفراولة لمدة طويلة في المجمد، وكذلك يمكن لنا نستعملوه كذلك في أي وقت بغينا كعصير أو أي صوص مثلا في الباناكوتا، أو أي صوص نستعملوه إذا احتاجينا الفراولة وغير موجودة، فإن هذا غادي يساعدكم أنكم تحتفظوا به. Hi everyone, welcome to Chef Noriano channel. Today I'm going to show you how to preserve the fresh strawberries so you can use it for the sauce, you can use it for the juice. Anytime you want, just take it out from the freezer and you can use it. Let's go, we'll start first step by step. إذن على بركة الله، بالنسبة للمقادير نحتاج هنايا كيلو ونص من الفراولة، 700 غرام من السكر الناعم، ونحتاج خلاط كهربائي والإناء اللي غادي نخلط فيه الكل. So for the recipe we need 1.5 كيلو of the strawberry, we cut it the dice, and the sugar 700, and we need this bowl, and of course we need RoboCup for the blender. أول حاجة غادي نقومو هي أننا نضر الفراولة من بعد ما قطعناها قطع صغيرة، نضيفها هنايا. So we will put this strawberry in this bowl. نضيف السكر، يعني نقط هاد المرحلة، نحاول أننا نعملو هاد الوصفة هادي عبر المراحل. So we add the sugar and then we blend all. نحاول أنني نوقف التصوير. So this last, and then we'll keep the sugar again, and we will mix all and خلط الكل. من بعد ما خلطنا الكل فهذا هو الشكل النهائي، كنحصلوا على هذا الخليط هذا المتجانس، وغادي نوضعوه في هذه العلبه بلاستيكي اللي نحاول ان ندخلوه المجمد. So after we mix all you can see we have this nice syrup, so we can use it anytime if we want to have the juice. We will just take it from the freezer, we take 1 spoon or 3 spoon as you like. فهذه هي طريقة سهلة أننا نحتفظوا بمركز الفراولة في المجمد، وكذلك نستعمله في أي وقت نحتاج عصير فراولة أو أي
سيروب مثلا نحتاجه في الباناكوتا او اي شيء نستعمله، فانني فقط نجبد من المجمد ونستعمله. So after we make this container full, we'll keep it in the freezer and we will see you later. من بعد ما حبيت هذه العلبة هذه، الآن غادي ندخلها المجمد ومن بعد نرجع لكم. إذا من بعد ما تجمد مركز الفراولة كنطلعوه من المجمد، ولكن أنا غادي نعمل لكم تجربة باش نوريكم كيفية تحضير العصير الفراولة بالطريقة السهلة. So after we take it out the strawberry from the freezer, now we will make it as a juice so that we can try and then we'll see what's happening. So we'll take a little bit here, just like 1 or 2 spoon. Yeah, we'll keep it in the blender. I keep it little bit time, like 5 minutes outside to become deep frozen. خليتها تركتها 5 دقائق برا المجمد تصبح شوية ناعمة. اوكي هذا ما نضيف ولا سكر ولا شيء، فقط عصير البرتقال كما كتشاهدوا معايا. فقط حنا نجربو just little bit of lemon sorry the orange juice, then now we blend it all. الان غادي نخلط الكل. اذا من بعد ما خلطنا الكل، so after I blend all, now we have the fresh strawberry. It's a really fresh strawberry. كيف ما كتشاهدوا معايا كنحصلوا على عصير الفراولة. فهذا هو الشكل النهائي، كيجي معتبر. So can we can try. Really it's nice. فهو عصير طبيعي. كان نتمنى الوصفة ديال اليوم نال الإعجاب ديالكم وكذلك تجربوها، فهي مفيدة أنها تبقى عندكم على طول العام، أنه فصل اللي متواجد فيه الفراولة يمكن لنا نحتفظوا بالفراولة على طول السنة في المجمد. ما تنسوا الاشتراك في قناة شاف نوريانو إذا كنتوا أول مرة كتابعونا، وتخلونا لايك وكذلك تعليق أو أي استفسار خلوه تحت في التعليقات، أنا أعرض على الجميع. Thank you for watching and if you have any suggestions or any question keep it in the comment there, and if you don't still not yet subscribe please subscribe in my channel and like this video. Thank you for watching, see you for the next video.